نحن مجموعة من الخبراء القضائيين قد طرحنا في أمناء تدريس لائحة تعدلها وزارة العدل بمنظمها مرسوم 074/2016، وللأسف ظهر لنا بأن نخرج فيها قدر من الخروقات من طرف اللجنة ورئيس اللجنة. هذه الخروقات شفنا القراءة الأولية للائحة نشوف فيها بأن فما أواصر قربها وأمور معينة توحي بأن فما ضبابية وفي ذلك الانتقاء. بالتالي هون عندنا نطالبوا وزير العدل بإنصافنا، ونطالبوا الوزارة واللجنة بمراجعة هذه اللائحة به اللي ما احنا نستوفى الشروط الكاملة، وللأسف تم ظلمنا ونختار مرسوم 074/2016 يطبق علينا، الشروط اللي فيه تطبق علينا واللي تطبق علينا بإذن الله نقبلها كاملين ونستوفى الشروط. واللائحة حدت 17 أمين تدريس فقط، وهذا للأسف ما هو اللي نص عليه المرسوم، به اللي هو سلك ومفتوح حد كامل تتوفر فيه الشروط وطرح يلا يلا ينقبض. وتوف نختار إنصافنا ونختار القانون يطبق وينحنا، وهي رسالة موجهين للوزير العادل كما أكرر أنه ينصفنا كمظلومين ومتضررين من هذا الإقصاء.